جزاكم الله خيرا. يقول: في قريتنا بعض الناس يقومون بزيارة الأولياء ويصلون عندهم ويذبحون لهم الذبائح ويطوفون حولهم ويعتقدون أنهم هم الذين يقضون حاجاتهم، مع العلم بأنهم مسلمون ويصلون ويصومون، ونحن نقوم بتوجيههم ونقول لهم هذا نوع من الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولكن لا يستجيبون لكلامنا، فهل من توجيه في هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرا. زيارة من يسمون بالأولياء من أجل الصلاة عند قبورهم أو من أجل الذبح لهم والنذر لهم أو الاستغاثة بهم ودعائهم وطلب قضاء الحوائج منهم، هذا شرك بالله عز وجل، شرك أكبر، وهو شرك الجاهلية التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم لدعوتها إلى الإسلام وتركها عبادة غير الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، أي يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سماهم الله كذبة في قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وسماهم كفارا لأنهم عبدوا غير الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: ويدعون من دون الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فنزه نفسه عن هذا وسماه شركا. عمل هؤلاء الذين يزورون الأولياء ويذبحون لهم وينذرون لهم ويتبركون بقبورهم ويطلبون منهم الحوائج ويصلون عندها عند قبورهم، كلها هذا شرك بالله عز وجل. الصلاة عند القبور ولو كانت لله فإنها تكون بدعة، لأنها وسيلة من الشرك. وأما دعاء المقبورين والاستغاثة بهم والذبح لهم فهو شرك أكبر مخرج من الملة. الذين يفعلون هذا الفعل ليسوا بمسلمين، وإن كانوا يصلون ويصومون ويقولون لا إله إلا الله فإن هذه الأعمال لا تنفعهم لأنهم أبطلوها الشرك. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمل ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك يحبط الأعمال من صلاة وصيام وحج ونطق بالشهادتين وغير ذلك. الشرك الأكبر يبطل الأعمال، وهذا شرك أكبر والعياذ بالله. فعليكم أن تواصلوا النصيحة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لتبرأ ذمتكم، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يهدي بكم من شاء. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، لو جمعت الرسائل التي تشكو من هذا الموضوع لشكلت مجلدا كبيرا، ولا زال المسلمون يستنكرون هذا ولله الحمد. البرنامج يرجو منكم كلمة شيخ صالح، نرجو من ورائها أن يتحقق النفع وأن ينتهي مثل هؤلاء عن هذا العمل الشنيع الذي يبطل أعمالهم كما تفضلتم وهم لا يعلمون. لا شك أن هذا واقع وكثير في الأمة، ذلك بسبب دعاء الضلال الذين يزينون للناس هذه الأعمال الشركية من شياطين الإنس والجن. فإن هناك دعاة للضلال قد فرغوا أنفسهم وجندوا إمكانياتهم لإخراج الناس من الإسلام إلى الكفر ومن النور إلى الظلمة. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمجهودات هؤلاء أنهم يخرجون الناس من النور إلى الظلمات، يخرجونهم من الإسلام إلى الكفر، من التوحيد إلى الشرك، ويزينون لهم هذه الأعمال ويحسنونها لهم ويشوهون لهم التوحيد والإخلاص لله عز وجل، ويسمون ذلك بأنه جفاء في حق الأولياء وبغض للصالحين وما أشبه ذلك من الكلام الباطل. ولا شك أن تقصير العلماء في الدعوة إلى الله وبيان
الشرك من التوحيد وبيان الحق من الباطل هو الذي أوقع كثيرا من الناس في هذا الأمر، لأنهم يحتجون ويقولون لو كان هذا شركا أو باطلا أو ضلالا لما سكت علماؤنا، فهم يحتجون بسكوت العلماء، فعليهم من الإثم بقدر ما ضل الناس بسبب سكوتهم. قال سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ومع الأسف الآن الجهات التي تشتغل بالدعوة وتنتسب إلى الدعوة جهات كثيرة وجماعات كثيرة، لكن ليس لهم عناية بهذا الأمر، أمر التوحيد والشرك لا يلتفتون إليه في الغالب، وإنما جهودهم منصبة إلى أشياء جانبية لا تنفع إلا بعد قيام التوحيد وصحة العقيدة، لأن ذلك هو الأساس. على هؤلاء الدعاة أن يتقوا الله عز وجل وأن يعتنوا بأمر التوحيد وأمر العقيد، وأن يعلموا أن جهودهم وأن أعمالهم لا جدوى منها ولا فائدة منها ما لم يقم التوحيد الخالص وما لم تصلح العقيدة، ليعلموا أن عملهم هباء منثور لا قيمة له ما لم يعتنوا بالعقيدة ويصححوها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. كثيرا ما نسمع عن مؤتمرات وكثيرا ما نسمع عن ندوات وبحوث ودراسات، إلا هذا الموضوع رغم خطورته لم نسمع أن مؤتمرا عقد من أجله أو أن ندوة من الندوات عقدت من أجله حتى يتحقق توحيد الله في أرضه. هل من كلمة شيخ صالح؟ نعم، كما تفضلت أن الندوات والمؤتمرات الإسلامية واللقاءات كثيرة، ولكن ليس من بينها فيما سمعنا وفيما قرأنا ليس من بينها ندوة أو مؤتمر أو لقاء عن التوحيد والشرك وعن التماس الحلول الناجحة لهذه المشكلة المستعصية في العالم الإسلامي، لم نسمع ولم نقرأ عن ذلك شيئا، وهذا يدل على عدم المبالاة بهذا الأمر من كثير من الناس. وكما قلنا إن هذه المؤتمرات وهذه الندوات وهذه اللقاءات وهذه الجهود المكثفة لا تغني فتيلا ولا تنفع شيئا ما لم يعتن بالتوحيد والعقيدة وتصحح من قبل كل شيء. نعم.